وننتقل إلى القطاع المكلف بالنقل. مرحبا السيد كاتب الدولة. سؤال أول، سؤال عن افتحاص ومراقبة مراكز المراقبة التقنية للمركبات للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصلة والمعاصرة. تفضل سيد نائب. شكرا سيد رئيس. السيد كاتب الدولة المحترم، نسائلكم عن المعايير التي تعتمدها الحكومة من أجل افتحاص ومراقبة مراكز المراقبة التقنية للمركبات، ومدى مطابقتها للشروط التشريعية والتنظيمية التي تقضي بضرورة الحفاظ على السلامة المرورية، وشكرا. شكرا سيد النائب. سيد كاتب الدولة تفضل الجواب. سيد الرئيس، سيد النائب المحترم، اليوم الوزارة تقوم المراقبة والمتابعة بالافتحاص ديال المؤسسات، أولا المراكز كمراكز، ولكن أيضا الشبكات اللي هي 4 ديال الشبكات. فكاين الافتحاص اللي هو سيستيماتيك شامل، بمعنى أن المعايير هو جميع المراكز، إلا وهذا درنا من خلال واحد المكتب اللي هو تعهدنا خارجيا، واللي قام هذا الافتحاص الشامل، وفي إطار المدرسة ديال المعطيات ديالو قمنا بواحد العديد من الإجراءات، بالإضافة إلى الافتحاص ديال الشبكات بكلها 4. هذا الافتحاص الشامل زائد الافتحاص الفجائي اللي تنديروه، زائد الافتحاص اللي مرتبط بواحد العدد ديال الشكايات المقدمة، زائد الافتحاص اللي مرتبط في القراءة ديال الإحصائيات ديال حوادث السير، واللي تنشوفوا في كثير من الأحيان الورقة اللي عندنا ديال الفيزيت تكنيك ديال المراقبة شكون اللي دايرها، وتنمشيو من تيوصل واحد النسبة تنمشيو عاود نديروا المراقبة والافتحاص. شكرا. شكرا سيد كاتب الدولة. تعقيب السيد النائب المحترم. شكرا السيد كاتب الدولة. هو في الحقيقة عمل جبار اللي كتقوم به كتابة الدولة في هذا المجال، ولكن هذا ما يمنعش باش يتعاود يدار الإكثار من هذا الافتحاص، نظرا للأهمية الكبرى اللي كيعرفها هذا القطاع واللي الحد من حوادث السير، وهذا غادي يطمئن شيئا ما السلامة المرورية كما يجب. السيد كتيب الدولة، احنا كنشوفوا هذه المراكز ديال المراقبة التقنية كاين واحد النوع من الاكتضاد، يجب خلق نقط أخرى حتى نتمكن من التغطية ديال الطلب، لأنه أمام تزايد ديال الطلب في هذا المجال يجب خلق نقط أخرى للافتحاص التقني. لذا وجب كيف قلنا الزيادة في الافتحاص، وهذا غادي يحد من الخطر اللي كيشكلوا هذه المركبات اللي عندها سنوات مرت عليها بالنسبه للمده ديالها الزمنيه، ومع هذا الافتحاص راه غادي نكونوا حدينا من حوادث السير، وكذا ضمننا السلامه الطرقيه، وهذا ضمان السلامه الطرقيه غادي يضمن لنا صحه المواطن كذلك، وشكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ الرد ديال السيد كاتب الدولة. تفضل السيد. شكرا السيد النائب المحترم. بالفعل اليوم الوزارة تعمل على يمكن نقولوا الإكثار الإيجابي في إطار السلامة الطرقية من هذه العملية ديال الافتحاص، ونحن حاليا خلال هذا الشهر راح نديروا الافتحاص المضاد الخاص بالعربات الكبيرة بالكاميونات بالأساس، من تيخرجوا من المركز تلقاونا تنتسناوهم، درناه في الدار البيضاء القنيطره، درناه في المحمل في سلا والقنيطره هذا الاسبوع اللي دازو، هذا رحنا في الدار البيضاء واحد المجموعه ديال المدن باش نديروا هذا الافتحاص المضاد. العدد حنا عندنا واحد المخطط مديري ان شيما ديريكتور اللي من خلاله تنشوفوا الخصائص. اليوم نسبه ديال الملء راها في حدود 54-55% على الصعيد الوطني، لكن في كثير من المدن اللي هي كبيره وفيها العدد ديال العربات بحال الدار البيضاء رباط سلا والمراكش وطنجة وفاس ومراكش الى اخره اللي ما فيهاش الوعاء العقاري عندنا بعض الاشكالات. درنا اخر طلب العروض ديال الزياده في الخط. شكرا السيد كاتب الدوله. نمر السؤال الموالي عن الوضعيه القانونيه لمؤسسات تعليم السياقه المحدثه بموجب القرار رقم 27113 للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضل أحد النواب تجمع الدستوري. سيدة النائبة تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد كاتب الدولة المحترم، سؤالنا حول تسوية وضعية مؤسسات تعليم السياقة الخاضعة لدفتر التحملات بموجب قرار 271/13. شكرا سيدة النائبة. جواب السيد كاتب الدولة. تفضل. السيد الرئيس، السيدة النائبة المحترمة،
بالفعل هو المدونه ديال السير 239 و240 في المادتين تتنظم الفتح ديال المؤسسه ديال تعليم السياقه، لكن اللي تيمشي للاطار والترخيص ليس القرار 271/13 ولكن هو المرسوم ديال 2/10/242/243 اللي تيتكلم بالفعل على في الماده ديالو 6 والماده ديالو 7. في الماده 7 تيتكلم على هذا القرار اللي هو فقط مرتبط بدفتر التحملات، وفي الماده 6 اللي تيتكلم على الكيفيه ديال الفتح وكيفاش تنعطيو الترخيص لهذه المؤسسات. وهو تيقول بصريح العباره انه لما تنقوموا بالمعاينه اللي تتكون ايجابيه تعتبر هذه المعاينه ترخيصا مباشرا لفتح المؤسسه ولمزاوله المهنه ديال تعليم السياقه. شكرا سيد كاتب الدوله. تعقيب سيده النائبه من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيده النائبه. كاتب الدوله المحترم، لكن بحكم التواصل على جواب ديالكم، كنشكركم على جواب ديالكم، ولكن بحكم التواصل ديالنا مع هاد المؤسسات هذه لقينا بانهم كيتخبطوا يعني في مشاكل متعدده من جراء هذا القرار. هاد المؤسسات ما كتوفرش على الترخيص اللي كياخذوه من المديريات التابعه لوزاره التجهيز والنقل طبقا طبعا للمادتي 239 و240 من مدونه السير، ويتم تسليمهم فقط محاضر لجان المعاينه لممارسة المهنة ديالهم، وهذا الشيء يعني كيلقاو نفسهم بهذا الشيء هذا أمام مجموعة من المشاكل، على رأسها مثلا ملي كيكونوا تحت المراقبة ديال وزارة الشغل والإدماج المهني، إذا هاد المفتشين ملي كيجيو كيطلبوا منهم الرخص. إلا ما مدوهمش بهذه الرخص هادو. شكرا السيدة النائبة المحترمة. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ لا تعقيبات. سيد كاتب الدولة. شكرا. السيدة النائبة، القانون واضح، أنا قلت بأنه القرار اللي جاء صادر به المرسوم هو تيقول صريح العبارة أنه ذاك المحضر ديال المعاينة يقوم مقام الرخصة، لكن حنا مع المهنيين لقينا بعض الاشكالات اللي مطروحه اليوم، رحنا تنعطيهم شهاده ديال الاثبات اللي تيطلبها، وغندخلوا مباشره في المعلوماتيه بكل رخصه اللي غتحل الجديده النموذج ديال الرخص اللي غيبقى يتيليشارجا مباشره من الحاسوب، وغادي يكون نوقعوا ونعطيوه لهم باش نحلوا هذا الاشكال في بعض الحالات اللي تكلمتي عليها. شكرا. شكرا للسيد كاتب الدوله على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه، وسنرفعها